هو الـ overhead allocation أو الـ service department cost allocation. طبعاً إحنا كلنا عارفين إن الـ overhead هي الـ cost, الـ indirect cost that cannot be traced directly to the product. سو اللي بتواجهها مشكلتين, إن أنا هضطر إن أنا أعمل لها allocation زي ما خدنا قبل كده, وإن هي بيتعمل لها estimation من خلال الـ predetermined overhead rates أو الـ budgeted rates زي ما خدنا قبل كده. طيب المشكلة عندي ان احنا اتفقنا لما يبقى عندي overhead لازم بتتوزع based on allocation base. لو تفتكروا البيزس اللي اخدناها الترم اللي فات اللي هي ال direct labor hours وال machine hours وال units produced وال material cost and so on, كل دي البيزس شفناها الترم اللي فات. طب الجديد ايه؟ احنا دلوقتي عندنا في المصنع two departments مثلا أو two main departments, اللي هو ال producing department, production department اللي بيحصل فيه عملية الإنتاج, cutting بقى, finishing, assembly, whatever. أقسام الإنتاج دي بيخدم عليهم أقسام خدمات بنسميها service departments. السيرفيس ديبارتمنت زي المينتننس والبيرسونال والكافيتيريا and so on, دي تكاليف. ما ينفعش اجي اقول المنتج النهائي مثلا انتاج الموبايل مثلا اجي اقول ايه ده متكلف الكافيتيريا العمال اخدوها بكذا, لا ما ينفعش. لازم اوزع تكاليف السيرفيس ديبارتمنت على البروديوسينج ديبارتمنت, عشان كده اسمه ايه؟ اسمه allocating الايه؟ الفاكتوري اوفر هيد او السيرفيس ديبارتمنت كوستس. ليه لازم توزعها؟ علشان اقول الـ producing departments اخدت قد ايه من تكلفة الـ service ايه department. طب هوزع الـ cost ازاي؟ قال لي يعني اكيد لازم نلاقي base نوزع على اساسها الـ cost. الاول هديلك امثلة على الـ service departments والـ producing departments. عندي service department زي maintenance والcomputer والshipping والmaterial handling والgeneral factory والstorage والpurs والmedical والcafeteria والsecurity والpower والutilities, دي service cost. وعندي producing departments. طب علشان توزع cost دي انت لازم تلاقي base توزع على اساسه. فهفترض مثلا ان انا عندي producing department 1 ايا كان وproducing department 2 وعندي service department, ولافترض ان هو مثلا الكافيتيريا. الكافيتيريا كانت عندها تكلفة $10,000, عايزين نوزعهم على ال departments دي. تفتكروا اني department اللي هيتحمل بتكلفة اعلى؟ يلا فكروا معي. اني producing department يعني لو انا جيت دلوقتي قلت هي الكافيتيريا دي ايه الكوست درايفر بتاعها, يعني ايه الكوست درايفر؟ اتفقنا ده الموتيف that bring the cost او الـ 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 الحاجه اللي هتخلي فيه تحرك التكلفه. ف الكافيتيريا يبقى اكيد اللي هيحرك التكلفه هو عدد العمال اللي في كل ديبارتمنت, يبقى ده البيز بتاعي number of employees. والديبارتمنت اللي فيه عمال اكتر هو اللي هيتوزع له تكلفة اكبر. بمعنى ان هنا كان فيه 100 عامل وهنا كان فيه 300 عامل, يبقى توتال كام عامل؟ 400. يبقى ده هياخد له قد ايه من التكلفة؟ 25% 75%. يبقى العشر تلاف دي اتوزعت, ده اخد منها 2500 تكلفة وده اخد منها 7500 تكلفة. طبعا ده بالإضافة للتكاليف التانية, يعني ده service department cost which is considered overhead. service department cost أي cost موجودة في service department تعتبر overhead. يعني جي قال لي مثلا إن service department كان فيه direct material و direct labor أو overhead, كل دي دي direct أو indirect لل service department نفسه مش لل producing يعني. إنما لما هتيجي تتوزع على ال producing هيبقى اسمها over إيه؟ overhead, لأن دي تكلفة service department اتوزعت. طب المينتننس مين الديبارتمنت اللي هياخد تكلفة مينتننس اكبر؟
والله جه قال لي المينتننس بيعتمد على الماشين اورز، كل ما الماشين اشتغلت اكتر كل ما يحصل لها مينتننس اكتر، يبقى البيس بتاعتي الماشين اور. طب البيرتشيزنج نمبر اوف الاوردر، طب الاستورج مثلا السكوير فيت بتاع المخزن، الديبارتمنت اللي هياخد مساحة تخزينية أكبر هو اللي هيتحمل تكلفة ستورج أكبر، الباور الماشين أورز مثلا، وهكذا. اتفقنا؟ طيب يبقى عندي كام طريقة عشان أوزع السيرفيس كوست؟ عندي 3 طرق. هنتكلم النهاردة عن الدايركت ميثود فور السيرفيس كوست allocation. هنا انا مدي لك some examples عن السيرفيس ديبارتمنت والبيزس بتاعتها، مش حفظ طبعا، دي فهم، لان هي لازم تبقى متحدده، وكل شركه بتحدد التكاليف بتاعتها والبيزس والطرق بتاعتها. طيب هنحل مع بعض المسألة example رقم 3. طيب عندي هنا في example 1 3 producing departments. انا ماشي عندي 2 producing departments، sorry cutting and finishing B1 B2، وعندي 2 service departments personnel الخدمات المساعدة من العمال وكده طبعا، ده والmaintenance اللي هي ايه الصيانات والمتابعة. هنا ده البيز بتاعه اللي هيحركه number of employees، وده البيز اللي هيتوزع على اساسه، ده S1 S2 هو الماشين اورز. احنا عايزين نوزع ال 9000 وال 11000 على الديبارتمنت ده وده، دي تكلفة overhead cost، وبعدين مديني كذا بيز different bases. احنا خلينا ماشيين واحدة، هنستخدم direct math. Direct method added in the cost of a service department will be allocated directly to the producing departments. يعني ايه؟ يعني انا وزع 9000 على ال cutting and finishing، ووزع ال 1100 maintenance على ال cutting and finishing. يبقى انا بعمل directly allocation cost بتاعت service department to the producing departments. طب ازاي هنعملها؟ موضوع سهل جدا. انت قلت لنا هنكتب هنا ال overhead كوست، ودي هتتوزع عشان ده يبقى بزيرو خلاص، كوست بتاعته اتوزعت على اقسام الانتاج. طيب نعمل ايه؟ هاو تو الوكيت 9000. هنجيب البيز بتاعنا اللي هو النمبر اوف الامبلويز اللي هو مدهوني هنا، فين مفيش ديبارتمنت طبعا بيتوزع له كوست 100 150 350 400، يبقى هنا البيز ايه؟ 350 و400، صح؟ طيب 350 400، هنكتب كده cutting and finishing، البيز 350 400، total 750. يبقى انا هوزع 9000 multiply 350 divided 750، و 9000 للفينيشنج multiply 400 divided 750. يبقى انا كده وزعت الكوست، ده اخد زي اكزامبل بتاع 10000، ده اخد 2500، ده 7500. يبقى الكوست هنا توزعت ازاي؟ 4200 كوست راحت على الكاتنج، و 4800 راحت على الفينيشنج. طيب يبقى كده عملنا allocation للبرسونال دايركتلي، يعني ده هيتوزع على طول لده ولده. تعالوا نوزع الكوست بتاعت المينتننس. طيب نرجع، المينتننس بتعتمد على ايه؟ على المشين اورز. طب هنا كان في كام مشين اور؟ ماليش دعوه بده عشان مفيش ديبارتمنت هيوزع كوست لنفسه،
هنا في 300 الماشينز اشتغلت 300 ساعة. ايه ده في ليبر اورز كمان، ماليش دعوة دلوقتي، احنا هنا البيت بتاعنا ايه؟ الماشين اور، وهنا 120 اورز. يلا تعالوا نجيب البيت ده الكاتنج وده الفينشنج، احنا عايزين نوزع ال 1100. يبقى هنا في 300 اورز، هنا في 120 اورز، توتال 420 اورز. يبقى 11100 ملتبلاي 300 اوفر 420، 120 اوفر 420. يبقى ده اخد التكلفه دي وده اخد التكلفه دي، توزعت وده بقى ايكوال زيرو. ما بقاش عندي خلاص تكلفه في السيرفيس ديبارتمنت، كلها راحت لمين؟ للبروديوسنج ديبارتمنتس. وهنا ده اوفرهيد 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 توتال اوفرهيد، ده اوفرهيد بتاع الديبارتمنت نفسه، ودي الاوفرهيد اللي جايه لي من السيرفيس ديبارتمنتس، فاصبح ده بقى عندي الاوفرهيد. طيب تفتكروا ده اللي هو البادجتد اوفرهيد كنا بنقسمه على البادجتد بيز عشان اجيب الايه الاوفرهيد ريت، اللي هي كان مثلا في اكزامبل جبتها لكم في اكزام قبل كده اللي هو كان $10 بير اور بير دايركت ليبر اور، هي دي. لو ده ديفايدد البيز طلع $10، يعني ايه؟ يعني انا هعمل استيميشن الاوفرهيد في الديبارتمنت ده $10 لكل ساعه، ايه بقى العمال هتشتغلها، لكل ساعه الماشينز هتشتغلها، كل ساعه او كل $10 لكل يونت هننتجها and so on. ونفس الكلام ده التوتال اوفر هيد هنا. فلو جه قال لي ديتيرمين ذا اوفر هيد ريت اسيومينج ذات ذا كاتنج ديبند اون ماشين اورز، يبقى هنقسم الكاتنج على الماشين اورز. طيب هو الكاتنج ديبارتمنت كان فيه كام ماشين اور؟ 300. ليه؟ عشان نجيب الاوفر هيد ريت اللي بنوزع على اساسها الايه الاوفر هيد. طيب قال لي كمان ان الفينشنج بيعتمد على الليبر اورز، يبقى عشان اجيب الريت هقسم التوتال اوفر هيد بتاع الفينشنج ديفايدد ايه الليبر اورز، هيطلع 400. وات ايفر بقى الريت اللي طلع هنا، ده بير ايه ماشين اور وده بير ايه دايركت ليبر اورز. طيب يبقى احنا كده وزعنا الاوفرهيد بيزد اون طريقه اسمها ايه الدايركت ميثود. هناخد الطريقه الثانيه وهنزل لكم بقى اساينمنت كتير على الموضوع ده تشتغلوا عليها على طول، موضوع سهل قوي قوي قوي، مفيش اي مشكله خالص. وبعدين نبتدي نتكلم عن الابحاث بتاعتنا. احنا واخدين موضوعين اساسيين انترودكشن و وكونسبت شابتر 1 شابتر 2، وواخدين ثلاث مواضيع كوست فوليوم بروفيت اناليسيس جوينت كوست الوكيشن اوفرهيد الوكيشن او سيرفيس ديبارتمنت كوست الوكيشن. يبقى دول ثلاث مواضيع بتوعنا. هنشوف المواضيع بتاعت الابحاث ونبتدي نتكلم عنها بحيث ان انت تبقى نشوف يعني هتمشي الابحاث ازاي. السيرفيس بقى سهل، سوري الطريقه الثانيه اللي هي اسمها ستاب ميثود. ايه الستاب ميثود دي؟ بتقول لي انا دلوقتي انت بتقول في الدايركت ان الكوست بتاعت البيرسونال والبي الوكيتد للبروديوسنج والمينتنس والبي الوكيتد للبروديوسنج. قال لي طب ايه المشكله ان احنا نرتب دول من حيث الاي الامبورتنس الاهميه بتاعتهم، وبعدين ممكن سيرفيس ديبارتمنت يستفاد من انذر سيرفيس ديبارتمنت، ليه بتوزعها على طول للبروديوسنج بس؟ مش فاهم. يعني مثلا انا هرتب دول طبقا للاهميه او الشركه هترتبهم طبعا. فاجي اقول المينتننس اللي سوري المينتننس في طبعا بيرسونال، في ناس شغاله اللي هي الخدمات المساعده، فالتكلفه دي دول اتحملوا منها جزء مش هتتوزع على طول. هتقولي ايه ده؟ طب ما هنا توتل، يعني قصدك تقول ان ال $9,000 دي هتبقى allocated على المينتننس والكاتنج والفينشنج؟ اه بس one way direction، يعني مش هينفع نرجع. طب انا عايز ارجع، لا دي طريقه ثالثه خالص اسمها two step direct method. يبقى ال step method هي نفس الموضوع بالظبط، بس الفرق ان الكوست اوف ذا سيرفيس ديبارتمنت ويل بي allocated تو اذر سيرفيس ديبارتمنتس as well as to the producing departments, not only the producing departments. Okay.
So when we allocate the personnel cost or service department cost, which is the $9,000, it will be allocated to the maintenance, cutting, and finishing directly. Sorry, step by step way. We are required to find or get the number of workers employed or work in each department in order to allocate the service department. هرجع تاني للمسألة وأقول طيب هو ال maintenance في كم worker 150 350 500 400 يبقى 900. يبقى أنا عشان allocate the maintenance, the cutting and finishing هنا 150 350 400 total 900. يبقى هنضرب ال 9000 multiply 150 divided 900 و 350 divided 900 و 400 divided 900. وزعنا الكوست. نيجي بقى نقول هنا الكوست بتاعت المينتننس ما بقتش ايه؟ ما بقتش 11100 بس. امال بقت ايه؟ بقت 11100 بلس 1500. ايه 1500؟ الكوست اللي جايه لي من another service department. فاصبح ان التوتال كوست اوف ذا مينتننس اللي هتعمل لهم allocation هم 12600 مش 11100 بس، هيتوزعوا على دول بقى ايه دايركتلي. ما ينفعش ارجع. دي method ايه ثالثه خالص، هنبتدي نتكلم عنها بعدين. طيب عندك تقريبا 10 مسائل هنزلهم لك تقعد تحل فيهم، موضوع سهل. هنزلهم لك انسرز بتاعتهم وحاجات مش ايه من غير انسر، فعشان تتست يور سيلف. يعني عندي المساله دي بتوزع اوفر هيد سيرفيس ديبارتمنت على كل دول بروديوسنج عادي زي ما قلنا. عندك بيزز، ممكن اجي اقول لك هات لي الاوفر هيد ريت، تقسم لي التوتال اوفر هيد على الابروبريت بيز بقى وات ايفر اللي موجوده. هنا بقى the indirect material, indirect labor, other factory overhead. لما بتيجي تعمل allocate، حضرتك بتعمل allocate لكل ال overhead cost. يعني 220 plus 480 يبقى كام؟ 700 plus 100 يبقى كام؟ 800. يبقى حضرتك هتوزع ال 800، مش هتوزع ده لوحده وده لوحده وده لوحده، انت بتوزع كل الكوست اللي ايه اللي في السيرفيس ديبارتمنت. اتفقنا؟ عشان وانتوا بتحلوا ما تلاقوش فيها ايه مشكله. المساله دي برضو نفس الكلام، هجمع كل، ما بجمعش البيزس طبعا، انا بجمع الايه الكوست بس. طيب